والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألهمني علما أكبر به أوامرك ونواهيك، وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني فهم النبيين حفظ المرسلين إلى من الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم، وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة.